بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا محمد كرمان ابن دوار إمينتالا، منطقة دوار إمينتالا، جماعة أنقوال، دائرة أمزميزي، إقليم الحوز. أنا أحد يعني فقدت أحد يعني ضحايا زلزال الحوز كما سميتموه، يعني ضحايا نفسيا. انا صراحه نفسيا فقدت الاب ديالي والام ديالي والاخت وبنت الاخت وخويا الصغير كذلك، وكذلك عمي وجوج عماتي، يعني الله يرحمهم الله يجعلهم من الشهداء. يعني الزلزال كان له واقع مؤلم صراحة، وكان له أثر سلبي سواء علينا كذلك ولا على الدوار اللي كان يضرب بها، مثل الجمالية كان في عين، الخير موجود، جميع الفواكه موجودة، يعني أضحك من كوب، أضحك من كوب صراحة. وتن الحمد لله، الحمد لله الله رد لقضاء الله، وإن شاء الله الله يرحم الجميع والله يصبر الجميع، وإن شاء الله راه شهداء من عند الله. هاد كلمة ديال الشهداء هي اللي مازال مخلينا أننا صابرين، وخا فقدنا الأسر ديالنا وفقدنا الأسرة الصغيرة، سواء الأسرة الصغيرة ولا الأسرة الكبيرة ولا الأسرة الكبيرة نيت اللي هي الدوار كبيرة أسرة وجيران، يعني الحمد لله على كل حال، تنقولوا الحمد لله على كل حال. الزلزال راه كان ليه واقع مؤلم كما كتشوفوا، دمر المنازل، دمر الضحايا تقريبا ما يقارب 84 حاليا، باقي شي ثلاثه الناس مازال ما جبدوهمش. يعني حنا فقط جوتاتون، يعني واقفه، يعني تنتسناو حتى حنايا نوبنا داك الشيء اللي كاين، وتنبغيو نوجهوا واحد الرساله للمحسنين ولذوي العطاء، شكرا لكم. يعني المغرب لحمه، سواء في الفرح سواء في القرح سواء في 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 في, في يعني الحفلات سواء في الحزن في اي وقت، الحمد لله. وعاش المغرب وعاش الوطن وعاش جلاله الملك محمد السادس. يعني تلاحظوا واحد التكفل والتكافل بين المغاربه جميعا، تنشكروهم على هذا العطاء. فقط تنبغي نوجه واحد الفكره بانه جميع الساكنه ديال هنايا راه الحمد لله الخير موجود، الماكل موجود، المأكل موجود، الخيامة وما جايين وما باقي تيجيو. فقط بغيت نوصل واحد الفكرة بأنه الزلزال ضرب لمدة 5 ثواني فقط، ولكن الأزمة ديالو والأثر ديالو راه ممتد لشهر، شهرين، 5 أشهر، إلى حدود عام، عامين، حنا ما عارفينش والله أعلم. أنا يلاه مشيت، يعني أنا يا أخي مشيت بشهر تقريبا لكازا، مشيت خدمت، يعني أنا طالب في كلية حقوق مراكش، العطلة مشيت طلعت لكازا مع ولد العم نيت. ديك الليلة يعني ساليت خدمة تقريبا مع جوية 6، تنصوني الوالدة وكذا مع جوية 11 فاش ضربت ديك الهزة، حيت الصدى ديالها وصل لكازا حتى هو، فاش تنصوني ما كاينش أثر. حنا قلنا صافي، مشيت عند ولد العم قلت ليه راه واقيلا تما ضرب زلزال، فاش شفت واحد الصوره ديال انه بؤره الزلزال كانت في ثلاثني يعقوب هنا في ويرقان، قلت يعني احتمال انه ديك المنطقه كامله راه شتات. جينا ديريك شدينا الطريق، لقينا الدوار ما بقاش دوار، لا هيئه الدوار كما كتشوفوا الا صورتوا المناظر ولا مشيتوا طلعتوا تما، راه الدوار بالجماليه ديالو بالطبيعه ديالو ما بقاش. انا وتصدمت، يعني كيفاش؟ الله اعلم، يعني قدر الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فلمح البصر محا دوار، محا ماشي دوار دواوير وتشردوا ناس، ولكن الحمد لله المحسنين والمغاربه قايمين بالواجب. فقط تنعاود ناكد على ديك النقطه ديال انه يكون هذا الشيء مستدام، يكون هذا الشيء مستدام للناس اللي محتاجين، ويكون هذا الشيء طيلة الأزمة، ماشي يكون ديك اللهفة ديال البدايات كما تنقولوا، تكون ديك اللهفة ديال البدايات ما بغيناهاش، لا بغينا اللي يوقف معانا حتى نوقفوا على رجلينا عاوتاني. وشكرا لكم مجددا. يعني كما كتشوفوا هذا هو الدوار ديالنا، يعني الدوار ديالنا اللي عشنا فيه ذكريات، اللي عشنا فيه لحظات سعيدة، اللي عشنا فيه الطفولة ديالنا. كما كتشوفوا ما بقى فيه لا درب، لا فين تجري، لا فين تلعب، لا فين تضحك، لا فين تنشط. انا حاليا فاش جيت وسط الدوار ديالي، يعني تنتخيل هاد الديور باقي واقفين، نتخيل الناس باقي ضاحكين، باقي ناشطين، الدراري الصغار تيلعبوا بكره هنايا، تيدوزوا، الامام ديال الجامع خارج، الجامع كما كتشوفوا هو مهدوم مردوم. يعني احساس
الكلمات صراحة ما يمكنش أنها تعبر، وما يمكنش أنها، هنا لاحظت بأنه الكلمات ما يمكنش أنها تعبر على الخوالج، على الوجدان ديال الإنسان. كاينين شي مشاعر ما يمكنش أنك تعبر عليهم. حاليا وصلت لهذه اللحظة باش أنك تدوي على الدوار ديالك وتصفو، وهو في هذه الحالة هذه، فراه يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله.